بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء فتح الباري شرح صحيح البخاري، الباب الرابع. يقول باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يتهيأ له أنه أحدث، فقال لا ينفتل، أي لا ينصرف أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث يعني أخذت منه القاعدة الأصولية لا يزول اليقين بالشك، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان. قوله باب بالتنوين، لا يتوضأ فتح أولي على البناء للفعل، من الشك أي بسبب الشك. قال حدثنا علي هو ابن المديني، الشيخ البخاري يقول وسفيان هو ابن عيينة. قوله عن عباد هو معطوف على قوله عن سعيد، يعني عن سعيد وعن عباد، فيرويه الزهري عن سعيد المسيب سيد التابعين وعن عباد بن تميم عن عمه. يقول وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا، لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا. ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال كلاهما عن عمه، أي عم الثاني هو عباد، ويحتمل أن يكون محذوفا ويكون من مراسيل سعيد ابن المسيب. النبي يروي سعيد بن المسيب يكون يعني السند الأول مرسل، يعني عن سعيد المسيب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة. والاحتمال الثاني عن سيد المسيب عن عم عباد بن تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني الآن سيد المسيب تابعي يكون موصول يعني. يقول ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال كلاهما عن عمه، أي عم الثاني هو عباد، ويحتمل أن يكون محذوفا ويكون من مراسيل سعيد بن المسيب. وعلى الأول جرى صاحب الأطراف. يقول ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي سعيد الخدري، أخرجه لماجه وروايته ثقات، لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر. والمنكر هو تفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف للثقة. قوله عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصري، سماه مسلم وغيره في روايته من هذا الحديث من طريق ابن عيينة، واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه. قوله أنه شكى كذا في روايتنا، شكى بألف ومقتضى أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان، ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، وقع في بعض الروايات شكي بضم أوله على البناء المفعول. وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشان، وقع في مسلم شكي بالضم أيضا كما ضبطه النووي، وقال لم يسمى الشاكي، يعني مش هو الراوي ولكن رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاء في رواية البخاري أنه الراوي قال، ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أنه شكى بالفتح، أي في رواية مسلم، وإنما نبهت على هذا أن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي. قوله الرجل بالضم على الحكاية، وهو ما بعده في موضع النصب. قوله يخيل بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصل من الخيال والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. فالظن باحتمالين، أحدهما راجح
ولكن هو يقول ان الظن اعم، يعني سواء كان احدهما راجح او غير راجح، فيقول اعم من تساوي الاحتمالين. وعلى اي حال يعني هو ما دام شكا لم يصل الى درجه اليقين، لا يزول به اليقين الاول، لانه متيقن انه توضا ولكن شك هل احدث ام لا. وقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني يتيقن، وقد يتيقن يعني بطريق اخر يعني، فما دام لم يحصل اليقين فلا يزول اليقين الاول وهو الطهاره، بخلاف يعني من شاكك في يعني هو متاكد انه احدث وشاكك هل توضا ام لا، فالاصل انه محدث، فهنا متاكد انه توضا ولكن شك هل احدث ام لا، فالاصل بقاء مكان على مكان. قوله يجد الشيء اي الحدث خارجا منه، وصرح به الاسماعيلي ولفظه يخيل اليه في صلاته انه يخرج منه شيء، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستخضر بخاص اسمه الا للضروره. قوله في الصلاه تمسك بعض المالكيه بظاهره فخص الحكم بما كان داخل الصلاه، وطبعا لو كان خارج الصلاه وتهيأ انه يعني احدث فايضا لا يزول يقين بالشك، فالقول في الصلاه يعني لا مفهوم له، يعني بحيث انه لو قلنا خارج الصلاه لو شك يزول تزول الطهاره، او ينبغي عليه ان يتوضا اذا اراد الصلاه، ولكن لا مفهوم له. اوجب الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن ابطال العباده والنهي عن ابطال العباده متوقف على صحتها، يقول ده حتى لا تبطل العباده، فلا معنى التفريق بذلك، لان هذا التخيل ان كان ناقضا خارج الصلاه فينبغي ان يكون كذلك فيها كبقيه النواقض. قوله لا ينفتل بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على ان لا نافيه. قوله او لا ينصرف هو شك من الراوي، وكانه من علي، لان رواه غيره رواه عن سفيان، علي بن المديني شيخ بخير رواه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك. قوله صوتا يعني اي من مخرجه او يجد او للتنويع، وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده، طبعا هذا بعيد يعني، وطبعا لو لمس المحل بتبطل يعني صلاته، وان كان هو رد على ذلك قال ولا حجة فيه لما استدل ان لمس الدور لا ينقض وضوء، لان الصورة تحمل على لمس ما قربه لا عينه. ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. قاله الخطابي أن المعنى أنه لم يتيقن، أنه لم يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني لم يتيقن. قاله الخطابي وقال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، يعني أصل مثلا الطهارة والحل، يعني الواحد لو وجد مكان يريد أن يصلي فيه يصلي، أصل أنه طاهر، قد يكون هناك صبي بل في هذا المكان مثلا، ولكن ما دمنا لم نعرف يعني ذلك فالأصل الطهارة، ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وروي عن مالك النقض مطلقا، وروي عنه النفخ خارج نقض خارج الصلاة دون داخلها، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي، وهو رواية ابن القاسم عنهم، وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور، وروى ابن وهب عنه أحب إلي أن يتوضأ، كأنه على سبيل الاستحباب. ورواية التفصيل يعني لم تثبت عنه، إنما هي لأصحابه، وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس، وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة. وأجيب بما دل على التعميم، هو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقوله فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة، وصرح بذلك أبو داود في روايته، وقال العراقي ما ذهب إليه مالك راجح لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة، يقول ده احتاط للصلاة فتوضأ، والثاني احتاط للطهارة والصلاة غاية والوضوء وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. ولكن هذا الفهم يعكس يعني فهم الحديث، أننا لو قلنا
أن معنى كده أنه يخرج يتوضأ لأنه حتى يحتط للصلاة، وده مقصده، فهو كلام حسن حيث النظر ولكنه خلاف قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي لكنه مغير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف. الحديث يقول لا ينصرف، وهذا الفهم يقول انصرف حتى تتوضأ وحتى تحافظ على يعني المقصد وهي الصلاة، أما الوضوء فهو يعني غاية. يقول لكنه مغير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق. وقال الخطابي استدل به لمن أوجب الحد على من وجد به منه ريح الخمر، لأنه اعتبر وجدان الريح رتب عليه الحد، يعني لو واحد شمينا من فمه يعني رائحة خمر فيقام عليه الحد. وطبعا هذا قياس، ولكن قياس مع الفارق، لأن إقامة الحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات، فقد يعني لا يعني قد نقيم عليه الحد ظلما ويكون هو يعني لم يشرب خمرا، وهذا أمر يعني لم يتيقن أنه شرب خمرا، ولكن بالنسبة للطهارة هي بقاء مكان على مكان. يقول لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم، يمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة، والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق أنه وجد ريحا، هذا يدل أنه أحدث فعلا. الباب الخامس باب التخفيف في الوضوء. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو، سفيان هنا الثوري، سفيان بن عيينة، عن عمرو هو بن دينار قال أخبرني كريب عن ابن عباس اسناد هنا مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. النفخ يعني سنة من سنة النوم، ينفث في يديه ويقرأ المعوذات ويمسح يعني رأسه ووجهه ومستقبل من جسده حتى نفخ، ثم قام فصلى. كان ابن عباس ينام عند خالته ميمونة يعني في ليلتها من أجل أن يطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وابن عباس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان سنه 13 سنة قريب من الاحتلام، فكان صغير السن، فنام يعني عند خالته حتى يطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. قال ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة، فهنا الراوي عن سفيان علي بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلقة وضوءا خفيفا. شن هي يعني إربة، يعني قربة من جلد، يعني وضوءا خفيفا. هذا يستدل به على أن الإنسان لو أراد أن يصلي نافلة أو يحافظ على وضوئه فيتوضأ وضوءا خفيفا، يعني مرة مرة مثلا أو مرتين مرتين، إذا أراد أن يصلي الفريضة يسبغ الوضوء، توضأ ثلاثا ثلاثا يسبغ الوضوء. هذا حدث أيضا يعني في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان بالشعب في الطريق يعني إلى مزدلفة، بل فتوضأ يعني وضوءا خفيفا يخففه ويقلله. الراوي هو ابن عمر تقريبا، الحديث يأتي، فقال له الصلاة، قال الصلاة أمامك يعني في المزدلفة، فلما ذهب إلى المزدلفة أسبغ الوضوء لأن في الطريق يريد أن يحافظ على الطهارة، فتوضأ وضوءا خفيفا، ولما أراد أن يصلي الفريضة أسبغ الوضوء. فهنا توضأ أيضا وضوءا خفيفا يخففه عمرو بن دينار ويقلله. يقول وقام يصلي، يقول ابن عباس فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، فهو صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم حوله من خلف ظهره فجعله عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام مرة ثانية وصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وإذا قالوا إن النوم مظنة الحدث وليس حدثا، يعني الإنسان ما بينام لا يدري بنفسه فيقوم يتوضأ، ولكن إذا كان يدري بنفسه، والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فكان يقوم النوم يصلي أحيانا ويقوم أحيانا يتوضأ. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، أن الأنبياء يعني في المنام يعني لا تنام قلوبهم، يعني لأن ما يرونه في المنام يعني من الوحي،
ولذلك لا تنام قلوبهم. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني إبراهيم عليه السلام لما أمر في المنام أنه يذبح ولده فهم بذبح ولده، ولكن لو واحد من أحد المؤمنين رأى أنه يؤمر بذبح ولده لا يجوز يعني له ذلك، أن هذا خلاف يعني الشرع، ولكن هذا بالنسبة للأنبياء وحي. قول باب التخفيف في الوضوء أي جواز التخفيف، سفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار المكي البصري، وكريم بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين، والإسناد مكيون سوى علي لو ابن المديني، وقد أقام بها مدة، وفيه رواية تبعي عن تبعي هو عمرو عن كريب. قول ربما قال الضجع أي كان سفيان يقول طار نام وطار الضجع، وليس مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر، بل كان إذا روى الحديث مطولا قال الضجع فنام كما سيأتي، وإذا اختصره قال نام أي مضجعا أي الضجع أي نائما. قوله ثم حدثنا يعني سفيان كان يحدث به مختصرا ثم صار يحدث به مطولا. قوله ليلة فقام كذا الأكثر، وابن السكن فنام بالنون بدل القاف وصوابها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان في بعض الليل قام انتهى، ولا ينبغي الجزم بخطئها لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في قوله فلما تفصيلية، فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغيرة بينهما بالإجمال والتفصيل. فلما كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليل، والكشميني أحد رواة البخاري من بدل فيه، فيحتمل أن يكون أن تكون معناها ويحتمل أن تكون زائدة، وكان تاما أي فلما حصل بعض الليل قام من شن أي القربة العتيقة يعني القديمة، معلق ذكر على إرادة الجلد، شن معلق أو الوعاء إنه وعاء معلق، وفي بعض الروايات قال معلقة، قد أخرج بعض أبواب لفظ معلقة شن معلقة باعتبار أن شن مؤنث. يعني قوله يخففه عمرو ويقلله أي يصفه بالتخفيف والتقليل، قال ابن المنير يخففه أي لا يكثر الدلك، وده فهم يعني لا يكثر الدلك، ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة، وقد يكون يخففه يعني يستعمل ماء قليلا ويقلله يعني يتوضأ مرة مرة يعني يغسل أعضاء مرة مرة، وفي دليل على إيجاب الدلك لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره، طبعا هذا الإيه مردود لأنه لم يصرح بالدلك يعني، ولكن هذا قول بعض العلماء يعني، لكنه لم يختصره انتهى، وهي دعوة مردودة، فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك، بل الاختصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك، والواقع الدلك مستحب وليس واجب يعني، الإنسان بسيلان الماء على العضو كافي بالنسبة للوضوء، ولكن لو دلك فيكون مستحبا. قوله نحو مما توضأ، وطبعا لو كان وضوء خفيف فاكتفى بسيلان الماء على العضو يعني. قول نحو ما توضأ قال كرباني لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلة صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها أو لا يقدر عليها غيره انتهى، وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما صنع، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل وجه. قوله فآذنه بالمد أي أعلمه، من الأذان الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يعني إعلام، فالأذان إعلام. قوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث، وإن كان يعني في حديث في مسلم تقريبا يعني لا يتوضأ إلا من بول أو غائط أو نوم، لذلك قال الشيخ ابن باز بأن النوم حدث على أي حال ومختلف يعني هل هو حدث أو مظنة حدث، ولكن رجع أنه مظنة حدث، لأن الذي ينام نوما خفيفا خاصة إذا كان يعني جالسا على مقعدته متمكنا من الأرض مثلا، فأصحابه كانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة صلاة العشاء ثم يقومون فلا يتوضؤون، فهو الراجح أنه مظنة حدث وليس حدثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت يعني تنام عينه وينام قلبه فكان يقوم من النوم لا يتوضأ، وأحيانا يقوم يتوضأ. يقول فيه دليل أن النوم ليس حدثا بل مظنة حدث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه لينام قلبه، فلو أحدث العالم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ. قال الخطابي وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه.
قلنا القائل سفيان والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر، وعبيد بن عمير من كبار التابعين، ولأبيه عمير بن قتادة صحبة، وقوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم مرفوعا، وسيأتي في التوحيد كتاب التوحيد الجزء 13 من رواية شريك عن أنس، ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده. وأغرب الداودي الشرح فقال قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب، وهذا إلزام منه البخاري بأنه لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط، ولم يشترط ذلك أحد، وإنما أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا، وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فممنوع والله أعلم. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.